السلام عليكم. وعاملين ايه؟ طبعا بعد ما شقيت حاجه صدفه اللي كان جايبها من هايبر وقف اعمل معاك تحدي بقى لها ساعه جوه ساعه ما اعرفش تعمل ايه. فانا ان شاء الله ناوي اعمل التحدي مني لنفسي واخده مع نفسي. زحمه يا دنيا زحمه. يا حبيب والديك الله. طبعا انا بزينه عشان يفتح نفسه على الاكل. امال ايه؟ انا هاخد منه كمية عشان ايه؟ ظبطنا الدنيا كده. مين كده ورا بعض؟ الله حلو قوي. نشوف ده ايه؟ حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي حبيبي حبيب قلبي يا ابو عدنان. الله الله عليك الله. معني النفس النهارده معنانا يعني مش اي حاجه في اي حته يعني. طبعا في جبنه ريفورد بنتنا مش طالبه بحبها بس مش طالبه يعني حاجه دلوقتي عشان ايه دي كده احمر والله ازرق حتى. مش هسيبك طبعه حلو جميل ولذيذ وكله بهريس. خلاص هشيبك اول كده كده ليه؟ هسيب البطاطس تتحمر وارجع لكم. اوعوا تمشوا استنوني اوعوا تمشوا. انا جيت اهو. طبعا البطاطس ايه قربت تطلع لسه حبه ليها كريسبي. الله طبعا انا نفسي اسيبها اكتر من كده بس جعان والله مش قادر. لازم خلص اهو. طبعا خلص اهو. حط له بقى ايه؟ هوبا. طبعا دي توابل لسه جايباها تعمل هلبين. بقول لك شكلها حراقه قوي والله ريحتها شديده. كباب حط ميكس على ميكس. نحب نبتكر. حلو دول ريف واحد كاتشب الجميل الجبنة اللذيذة البطاطس التحفة. الله
ترابيزة ايه مفيش على الترابيزة كده استقنيس كده وظبط حالي واجيلكم تيجوا معايا هناكل سوا اوعوا ايه تمشوا. وجيت لكم تاني اهو. طبعا كنت بجيب ميه عشان مفيش ميه ساقعه فاخترعت بوله فيها تلج عشان نقعد ايه نستقنيس كده على الارض كده الله الله الله. يلا بقى تعمل معايا حوار بالليل بقى عن الجبنه والاكل والحركات دي. طب ما فيش الكلام ده انت العيش ده العيش حطب ده انا عايزين الفينو ناشف قوي. بس ان احنا نضرب لقمه ما نفعتش هخترع لها بس هاكله. لا تقيله كده قوي يقمص الميه دي هيعمل ايه بقى. هنسقيها زي الكتاكيت تقيله. رب ما تيجي ادعو ربنا عارفك. فهمتوا بقى يا جماعه يا ابن المفجوعه. طب انا بنشر انت قلت هغير هدومي بقالك ساعه بقالك ساعه بقالي ساعه. طب كنت بنشر الغسيل والله. انت تشرب من الكوبايه ومن الحله ولا ايه؟ بتكاوت بتاكل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. على مين؟ في الظالم. انت ظالم متاخر. اقعد انت مفشح كده ليه؟ انت قاعد على الترعه. انا قاعد براحتي يا ست. اقعد تاخر كده اكل معاك. سيبيني اقعد براحتي. اوعى كده. انت مش اتفقنا هنصور سوا؟ انت اتاخرت ولا كنت جعان حتى ما كنتش ما قدرتش احضرك. كنت بنشر. بنشر بسم الله. ايه القرف ده؟ الرغيف تقيل بعمل له ميه عشان يتبلع بدل ما اشرب. هو انت كتكوت؟ ما هو انت العيش ده عيش كتكوت. لا حلو طري على فكره. طري من نسع مناشف. فهمك في الاكل مش فهمني في العك قوي. مين؟ رايك في بنات طارق احمد؟ جميل. انت اللي زارعها؟ حلو. ايه في التوابل؟ جميلة. عامل نكت. نص حب. بص. حلوة على فكرة. ينفع تاخديها معاكي في الشنطة تخبطي بيها على باب الشقة. ومعاه مفتاح مخبط. يرضيكوا كده؟ يرضيكوا بياكل من غيري؟ ما تبوحليش في الجبنه انا جايباها. لا اتقفلت من غيري. اه كلها انا عارفه الحركات دي. عيب عليك. جميلة. على فكرة دي لبنة. بتاكل الواحد احلى. لبنة. في ايه؟ الكورونا والاجراءات الاحترازية اللي هتطفشني من المكان. فين الجبنة دي عشان اقعد اكل؟ انت ما بتحبهاش؟ مش عايز ريحتها. مش عارف ريحتها فظة قوي ليه النهاردة؟ فين الغطا منفس؟ صالحه. لا فيلم صالحه صالحه. ممكن تجيب لي ده ميه؟ بص 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 يوجع.
اوعى. بلاش شغلك كده كده. مش قوي يعني كده. الله الله لما تبلغ. ده بلد جميل. الحمد لله. أنا مش مسامحاك. على إيه؟ والله يا جماعة أنا سيبت مناش يا دوبك غيرت هدومي. ما أنت قاعدة بتاكل وما توجعيش قلبنا وتبقي أعمرارتنا. ما أنت قاعدة هو الأكل خلص. كنا عايزين نعمل تحدي حلو أنت بوظته. أها. التحدي على إيه؟ إحنا نتحدى. خليها أكلة وخلاص. مشيها. ماشي. مشيها أكلة النهاردة. ما جبت الزيتون ليه؟ الزيتون ده املاح. دي بتاعتي انا علبتي انا. ها؟ الزيتون ده املاح وبعدين عشان حاجه تفتح النفس صح؟ انا مش عايزين حاجه تفتح النفس. نفسي مفتوحه لوحدها. الحمد لله. ماشي. قولي. قلت يا اخويا قلت. لا. اعملي بقى في حد. بتريلي مين ده التحدي؟ اسرع واحد يعمل سندوتش وياكل. هيك رايك؟ ماشي هيك وياكل وياكل. بس انا مش عايز العيش ده. امال عايز ايه؟ عيش بلدي. ما عنديش. مفيش عيش غير عيش بلدي. حلو. دور عليه بقى شوفه فين وسخنه. افعال قلب. طب اسكت بقى ارمح. خليها اكله. هي متعشى يا جماعة. انا بفطر والله ما اكلت من الصبح. تاكلي. تاكل عادي. اشرب بس استحمى في الطبق. انزل نط فيه. اغسل رجليك كمان. نفض شويه. تعرف يا محمد انك في واحد شغال معايا ايام ما كنت شغاله في التن عنده فوبيا من اللبن والزبادي والجبنه. ممكن يغمى عليا لو شافهم. والله العظيم من اللبن والزبادي والجبنه. اه اي حاجه فيها جبنه او زبادي يغمى عليه. والله العظيم يغمى عليا. انا صباح عامل طبق جبنه. انا بيعوزوا يضايقوه بيمشوا غير حته جبنه. اقسم بالله ما بهزر. انا بقسم بالله انا ما بفهمش يا رب جبنه. هجيب بقى احلى من هذا. هذا احلى من هذا. والمصحف حميكي. ابعد. قسما بالله اديهولك في وشك. ايه يا ماما؟ مفيش حاجة. جميل. عارف انت كيف بدك جوه بد. هو فين؟ والله اللي فاتحة التكييف. شوف لك ساكن بقى. انت خدتي اكلي وعامل غيره. طب اختميني الفيديو بالمره بقى. وبكده يا جماعه يكون محمد اتعشى واتمشى وكله تمام. بتصحى لها كده ليه؟ ما حط عليها بالهالوينو. هالوينو حلوها قوي. يلا يا جماعه ارجعوا. اشوفكم على خير. اشوفكم على خير. ضحكت عليا في الاكل. هو اللي سبق قبل عشان ياكل. كرش واسع. السلام عليكم. والله ابدا. باي باي.